نحب نتشرف ريحان اسمع لمسمى ميرسي ويعيش من سما يا اسمع لمسمى ميرسي ويعيش من سما. كان يا مكان في قديم الزمان سيدة فرح وأحزان سحرت عقول الأوطان أسرت قلب الإنسان نجمة ليالي رمضان أميرة اسمها شريان. وحشتوني أوي. حان اللقاء حان المساء للراوية الحلوة الحسناء تسحر قلوبنا كيف تشاء والكل ملايين العشاء. أنا بحب الناس قوي وأنا حاسة أن أنا جزء من الشهر ده. أنا الناس ساعدوني في الشهر ده، كانوا بيتفرجوا عليا وأنا كنت بنزل عشان أساعدهم. هيا بنا سوا نتقابل على الهوى ندخل من ألف جديدة نطلع على الهوى. حب الناس ده شيء تقيل على الكتف، مسؤولية كبيرة. فعشان أنزل أو في الخمس سنين اللي فاتوا كان ممكن أكلمهم وأنا بتهته أو أوجعهم بألمي أو بيبقى ما عنديش حاجة أقولها لهم، كان صعب. وأنا ما اتكلمتش غير دلوقتي، دي أول مرة هتكلم فيها من 22/9 من خمس سنين. كان في ألم شديد جدا وكنت تعبانة، بس لأني كنت مرتبطة بعمل كان التزامي مخليني متماسكة، ما كانش حد مصدقني من اللي حواليا من أهلي. حللت النتيجة أنه عندي كانسر في قناة اللعابية، أنه العضلة اللي في خدي الشمال دخل عليها كانسر، شالوا العضلة بتاعت خدي، لقوا أن الأعصاب اللي فيها كانسر، العصب الحاجب وعصب العين وعصب البق وعصب الدم، لانه هو مرض مش الخبيث او مش اللي متعارف عليه، نوع جديد على هذه العائله. فكانوا كل ما بيفتحوا بيلاقوا كانسر، كل ما بيفتحوا بيخشوا الى ان وصلوا للمخ. بدات داروي الشاب وفرق الدنيا ما بتديش محتاج. طلبوا مني انه يبقى في الطلبه اللي بتدرس، طلب مني الدكتور انه ممكن، قلت له اه. انا بصراحة في الثانية دي كبني ادم طمعت اني اكون عملا ينتفع به. انا اديت العملية دراسة، اليابان اتخانقت مع فرنسا انه ازاي ما دخلوش في عملية زي دي. فجأة اتفتحت ستاير ورقيت كل يعني بالالاف بقى، اللي بالبلاطي البيضاء اللي بالبلاطي الزرقاء اللي بالبلاطي الخضراء، وقدامهم مونيتور بس بيني وبيني وبينهم ازاز. واحدة بتصرخ مش هزار دكتورة وبتيجي تكسر باب يعني بتصوت، طلعت مغربية. شريان لا شريان لا، انتوا عارفين دي مين؟ هنا الدكاترة عرفوا انا مين. اخدت ايديهم قلت لهم بصوا، قمت وطلعت وبصتكوا وشفت بنتي هبقى سعيدة، ما شفتكوش هبقى اسعد، لانه انا اطول ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى باصص عليا من فوق كده وانا بقول له ارضى عني واخدني فله. كنت نفسي اقابله، كنت بجري عليه. هفضل مدى العمر بهذا المرض او بهذا الكانسر ديزيز، وانا اديت نفسي او وضعت نفسي ريسيرش، جربوا فيا الدواء ده ما ينفعش ناخد ده، الذاكره جت لا ما جاتش، بدات اعرف الناس لا وش هيرجع، بقي هيتكلم تاني، صوتي هيطلع، كل ده انا وحظي بقى. اللي كنت اعرفه انها من 7-8 ساعات العمليه، اللي ما كنتش اعرفه انها وصلت 18 ساعه. اللي خضني ان انا سالت الخمس دكاتره قبل ما اخش اليوم الاخير، قلت لهم اعملها ولا لا؟ الدكاتره نفسهم قالوا لي لا، يعني حتى جوزي قال لي لو انا مش هعملها.
الستة اللي قبل ماتوا اوكي اللي هم الدكاترة عملوا لهم ده يعني انا اظن الحلقة 23 يعني اللي حواليه كلهم قلبي كان وجعني عليهم يا حرام الدكتور بتاع الانستيزيا البنت بترعش هو اللي خايف مش انا انا سعيدة جدا وراضية جدا وفخورة جدا وحولت كل المحن وكل الالم لنجاح والفخر والجميل الصر من عيونك حينة بالليالي القلب ليلة بعدها ليلة كوميديا وكوميديا صح على الموضوع